اولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه 86 من برنامجكم ريفيور اب. في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على الديستراك ديال المورفين اللي سميتو كيل جوج واللي جاوب فيه كلاس اي، بحيث انه كلاش المورفين في اخر تراك ديالو مع الجاسوس اللي سميتو حشيش، وبهذا الجواب هذا تيكون بدا البيف اوفيسيالمون. عطيونا واحد جيم ونحاول نوصلوا هذا الفيديو هذا شي 5000 جيم وشي كومونتير الا بانت لك شي حاجه ماشي هي هذيك، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع كاع المرافقين اللي ما عندهمش شين. هادشي اللي كاين، خليونا نبداو. اول حاجه بغيت نهضر عليها هو التصويره اللي انسبيري من السيري ديال ديكستر. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش هذه السيري، هذه هي ديال واحد السيريال كيلر اللي تيقتل دوك الناس اللي هربوا من الجرائم ديالهم وما خداوش العقاب، ومني تيقتلهم تياخد واحد العينه ديال الدم وتيجيرها في واحد الحاجه اللي تيخبيهم عنده كيف ما تتشوفوا في التصويره، وتيسمي عليهم لي تروفي. واللي بغى يقصد المورفين هنايا من هذه التصويره هو قتل شحال من واحد في الراب مغربي، وغادي يزيد عليهم كلاس اي من وراء هذا البيف هذا. جون ويك فيتقاتل ثلاثة غير قلم، اللي بغى يزيد ما عنديش مشكلة نديرو في لاليست، كان بوسيبل تكراتيه في بلاكا ودوز من البراج. انا قلت ليك ما تجرحش وجهك باش تبان مقيد. ندخلوا للتراك ونبداو باول سطر واللي قال فيه كيت جون ويك قاتل ثلاثة بقلم. بالنسبه للناس اللي مفرجه في سلسله الافلام ديال جون ويك غادي يعقلوا على واحد السين اللي تيكون فيها البطل جون ويك في واحد المحطه ديال المترو، وتيخرجوا ليه واحد جوج وتيلقى حداير واحد القلم تيخشيه لواحد في ودنيه والاخر تيخشيه ليه في راسه من اللور، بحكم ان ما عنده لا سلاح لا والو. وانا المورفين تيقول باللي قاتل ثلاثة، وغالبا تيهضر على الفردة وبوز فلو. اما بالنسبة للثالث يقدر يكون بيرد ويقدر يكون موبيجيك، بحكم التهادو التبيفة معاهم، داكشي علاش قال قاتل ثلاثة بقلم. السطر الثاني قال هاد الثلاثة هادو الا بغيت زاد عليهم شي واحد مرحبا، وهنا تيهضر على كلاس اي. بالنسبة للبنش الاخر واعر شوية، بحيث المضمون ديالو هو كان عليك دير ميكا بحال ما هضرتش عليك كاع، وما غاديش يوقع عليك هاد المشكلة هذا اللي وقعتي فيه دابا، ولكن تقلبتي عليا وتدير فيها راسك واعر في لي كلاش. يلا بي ليا ونشوفوا شكون اللي غادي يربح. نويطات العسس هاد الليل، صفات الغرناطي، شبه مربع شبه رباطي، شبه راجا وتزوميل. هنا تيتنز على كلاس اي، زعما اش ديك الهضره اللي تتقول واش هذيك الكتبه اللي تتكتب. اما النوطه ديال شبه رباطي وقيل على الجاسوس بحكم ان ماشي ولد الرباط، وتيقول لهم على انا راه رباطي، وزعما رابا جي سي وهذيك الهضره. واو اللي شافني تيعاود فيها بحال شاف جيزوس، كان عليك في الرباط جي بحال نهار وقف عليك كومي فندقي عطاي عمر في ليفيش للبوليس، وجيب شي جين تونيك ودوز من الصراط المستقيم. هاد النوطة هادي على كلاس اي، بحيث زعما انه تابع المورفين في اي حاجة تيديرها وتيشوفو بحال المسيح، وجبد ليه شي بلان قديم مع كومي فندقي، بحكم ان كلاس اي خدام في داكشي ديال لوتيل غي. والسطر الثاني قال ليه سربي ليا شي كوكتيل ودوز من الصراط المستقيم، وهنا اللي فهمت منه على ان المورفين جالس داير رجل على رجل وتيشرب في داك الكوكتيل اللي جايب ليه كلاس اي، وتيتفرج فيه واش غادي يقدر يدوز من السيرات اي، واش غادي يقدر يجاوب على الديستراك ولا لا. خاش الرباط في التيم ودير التراك دباريز ريميكس كبوط بسطيف البلوط، الكليب كيشي مسلسل كوري. المقصود هو داير الرباط في السميه وتتغني على باري، بحكم ان كلاس اي عنده واحد التراك اللي سميتو لو باريزيان، واللي هو في الاصل ديال سيت جيكو واللي سميتو تيتي باريزيان، وكلاس اي دار ريميكس لهذا التراك هذا. اما البلان ديال الكبوط بسطيف البلوط تيهضر على الكليب ديال اس دي اف، بحيث ان كلاس اي كان دار فيه واحد ستوري ومثل فيها هذيك ستوري، داكشي علاش قال ليه المورفين داك الكليب بحال دوك المسلسلات ديال كوريا. اوغي ولا كفار ما جاش معاه تخزاز ستوبيد، خاصك دابا تختار هيب هوب ولا الكلاس كليكي. اوغي لي كفار هو دوك الرسوم ديال الطفوله، بحيث ان اوغي هو داك المش الزرق اللي عاطي الماكله والنعاس، ولكن واحد ثلاثه ديال الحشرات ما تيخليوش ينعس وتي ينوض يدير فيها راسو زعما داسر ودكي، ولكن تيقولبو وتيبان مكلخ. وهاد الشخصيه دي زعما هو كلاس اي، بحيث ان بغى يدير فيها راسو خاطر في لي كلاش، وفي الحقيقه تيبان المورفين مكلخ. اما في السطر الثاني المورفين تيعطي الكلاس اي الاختيار، يا اما الهيب هوب يا اما الكلاس، بحيث ان بجوج راه ما تيتلاقاوش. رابطات البحري تجي حلم وحده القصر ايديس، جي من واحد القنت مقناط قري كلش غرق كريدي. رابطات البحري هو داك سفيان البحري والاتباع ديالو اللي كان داير باج ديال الملك محمد السادس باش يشد منها كريمه، ولكن والو، وما عمرو تلاقى اصلا مع الملك، بحيث الوقت كله تيبقى عاصر قدام القصر. اما السطر الاخر بيقصد منه المورفين على انه ولد سلا وما عندك ما تدير في سلا، وليكوش مغرقينو كريدي، اي زعما تيهضر على البنت ديالو بحيث ان عنده بنيه صغيره. وتقدر تكون
هاد العبادي على كلاش الجاسوس، بحيث انه ولد تمارة وتاهي واحد المدينه مقناطه اللي ما عندك ما تدير فيها. والله اعلم. شدو فيك على المليون، كتبتي ستاتيو بكيتي، مشى طلاشين بغلط نورمال، درتي لينا فيها مفيزي، وانا جيت جيب ليك كلينكس نسول فيك كي بقيتي، فيك البكاء القلاوي واي اولويز مي بالوتيلي. هنا المورفين دار فلاش باك بان البوبليك كان مطلع على كلاس اي وتيقولوا لي ما عمرك ضربتي مليون، وتيبداو عاطينا ليه بلي طرول، وكلاس اي بقى فيه الحال. وراها كان مشات لاشين، وهنايا المورفين قال ليه بركه من الدراما، والشين ديالك وقع فيها واحد المشكل اللي يقدر يوقع لاي واحد، بحيث انا باقي غادي نرجعوا لهاد العبادي. وكمل بانه كنت بغيت نواسيك الساعه انت بكاي، وختم بالجمله الشهيره ديال بالوتيلي واي اولويز مي، اللي كان احتفل بها في الديربي ديال مانشستر في 2011 اللي كانت ربحاتو السيتي ب6-1، وكان ماركا بالوتيلي هو الاول ويز تيشيرت، وكانت مكتوبه في هاد العبادي ديال واي اولويز مي اللي تتعني علاش ديما انا. وهنا بيوضح المورفين على ان كلاس اي بهاد السطر هذا على اللعيبه ديال الشين، وزعما علاش ديما انا تيفيزيوني هي هاد العبادي اللي قال بالوتيلي. تنعرف لي زمور زعير بني جبت ورا باديسي لا ماجي خشيشي فشي انا ولقيت نشدو ديميل مسمين ديسك بالمصري على طول عبدو فيفي باغي نزورو اسطنبول يضربو الحريو ياكلو عند كيكي. هنا بحالة تكونك على السمية ديال راباديسي، وضربوهم بواحد المثال قديم ديال انا ولقيت نشدو 2000، زعما ان الجاسوس فاش تتهضر معاه تيقولك انا وكلاس اي، بعنا اخر ان الجاسوس لا علاقة وحاشروه في كلاس اي، وغادي يشبههم بعبدو فيفي هي ديك الرقيصة المصرية بحكم انه مسميين تراك على طول، وهاد على طول هي واحد الكلمه مصريه. اما السطر الاخر اللي ذكر فيه اسطنبول محلوش على جوزمان، بحيث ان المورفين هنا تيضحك على الجاسوس وكلاس اي، وان الحلم ديالكم هو تمشيو لاسطنبول وبالضبط الشارع ديال تقسيم اللي فيه هذاك كيكي والحرير الى اخره. زيد ترجم في زديديديكس لعبت سهل يدوز الميساج ندخل على البيف بلا بناف بسكريب بس بس ميمي. زديديديكس هو واحد تراك ديال سيد جيكو اللي هضرنا عليه قبيله. وهنا المورفين تيقول لكلاس اي بركه ما ترجم في السيد وكتب التراكات ديالك. اما البنش الاخر على البلان ديال الستاتيو اللي كان لاح المورفين في تويتر، بحيث انه هو باش جبد الكلاس اي شحيمه وجرو لهاد البيف هذا بحال شي مشيشه زعما. الراب ديال احوال الطقس لبت من دار البريهي مدخلين الصواريط الراب نظمت القلاوي البريفي يلا يحسن العوان. اما دار البريهي هي استوديوات ديال القناه المغربيه اللي كاينين في الرباط، ومن تما من تيدار البت. وانا بيقول المورفين الا سمعتو شي راب العلاقه عرفوا راه جاي من الرباط. نوطه اخرى هو ما عندي مش مع لي شوكيس ولي كونسير، ولا بغيت ندير شي حاجه غادي نديرها بريفي، وغادي يعيطي على الناس اللي تعرف. مكوك لغه الضاد وبالمرصاد اي مغربي حتى جواني بالشاش الاحترام هذاك قانوني. سمعوا في سبوتيفاي حالة البين استخلاص ضريبي الدراري البوليس جاي ولي جاي لي زونفايسور. لغة الضاد هي اللغة العربية بحكم أنها هي اللغة الوحيدة اللي فيها الضاد. وهنا المورفين قال بلي اللغة العربية عاطيها قتلة، ومرحبا بأي واحد بغيت تبيفها معايا، وأن المورفين تيحترم الناس اللي خاصهم الاحترام ماشي غير أي واحد. ما عنديش 100 هكتار غير الفان مستاش مكسيكي فراسي طقت الشاف ضهري فوطا ونمسح المقالي المورفو بروف تكست الباقي هذا غير تيست صاحبي. انا لي فان ديالو قدام ديال بصح وناس كبار وشاربين عقلهم وعارفين اش تيقولوا، ماشي بحالك انت عندك هي البيبي والدراري الصغار. وقال لي على انه شاف ديال الراب مغربي وكل شيء تياكل من عنده، اي بمعنى اخر ان شحال من واحد تيتانسبيرا من المورفين. وزاد قال لي بلي درت لك تيست في هذا البيف هذا وغادي نعرف واش غادي تنجح ولا لا، مني غادي نساليو هذا البيف. عشت كاع داكشي اللي خاصني يجي لمراكش ويعيش في بلاصتي كنجي كيساعي البارد دوايا في الشوال وصلوا لك. انه اي حاجه بغيتي تعيشها ولا ناوي تعيشها راه درتها انا في حياتي، ولا بغيتي تاخذ بلاصتي مرحبا جي لمراكش، بحكم ان المورفين مداجي وعايش هنايا في مراكش. السطر الثاني زعما بيقول انه ديما جايب رساله في التراكات ديالو، ولا جاك هادشي هذا قاصح خذ الدواء ديالي راه غادي ينفعك. مبركي شعب شاري صطافي درت المحكمه والدستور ريميكس ديام صلاب ولاد درها مفاجاه الشريط عبد الجبار عبد الكريم مرفو رسميه وتاريخ. اخر فقره بين فيها باللي هو مريقل وباللي المورفين داير دوله صغيره والشعب ديالو هو المرافن ومحكومين بدستور وقانون الى اخره. اما بالنسبه لجيامس هي وحده من احسن البنات اللي دازو تيرابي في فرنسا، والتراك ديال لابوليت هو حتى هو من احسن التراكات. وهنا زعما بحال المورفين تيعطي نصيحه لكلاس اي على انه الا بغيتي دير شي ريميكس دير بحال هاد التراكات هادو ريميكس. اخر حاجه هو اللعبه ديال عبد الجبار عبد الكريم، هنا واقيلا يقدر يكون تيهضر على
لعاب ديال كرة السلة واللي واحد من أحسن اللعاب اللي دازوا في الليكرز، ويقدر يكون قصد بجيك عبد الكريم اللي هو السمية، وزعما السمية ديال عبد الكريم الخطابي شي واحد السمية اللي واعرة، وعبد الجبار اللي عنا به التاريخ. هادشي اللي كان في هاد الريفيو هادي. بالنسبة للرأي ديالي التراك كان واعر بالجد، لي بنش لاين كل واحد واخد حقه في التراك، المورفين جبد بلانات واعرين على كلاس اي بحال الريميكس بحال الشين يوتيوب ديالو والخدمة اللي تيجير. حاجة اخرى عجبتني هي الخدمة ديال ليميت بيت اللي حط برود زوينة وفيها ميدار ديال بصح. سمعنا المورفين تسناو كلاس اي اللي غالبا غادي يجاوب اليوم ولا غدا. هادشي اللي كاين، عطيونا واحد جيم كومونتير وشي بارطاج، ونتشوفو في ريفيو جديدة. تشاو اميغوس.